بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم مع بعض على genital jar. اول جار هنتكلم فيه في layers بتاعت السكروتم وفي الكونتنت بتاعت السبرماتيكو. الجزء اللي فوق ده مش تبعنا، يعني من اول هنا كده كل اللي فوق ده مش تبعنا، ما يهمنا الجزء اللي تحت ده بس. برضه هقول اللي فوق لهم 3 4 ارقام، تمام؟ يبقى هنا بقى هنبتدي من اول هنا layers بتاعت من اول السكين. اول حاجه السكين، بعدين نتكلم على الجزء بتاع اللور ليمب ادي السكين، وبعد السكين هتلاقي سوبرفيشال فاتي لاير، وبعدين رقم 2 دي ممبرينس لاير. تاني سكين رقم 1 سوبرفيشال فاتي لاير، وبعدين دي ممبرينس لاير. الترتيب هنا في اللور ليمب مش فاكر انتوا فاكرينه ولا زي هنا بالظبط، سكين فاتي لاير ممبرينس لاير، ودي الاوبننج اللي بيعدي منها السبرماتيك كورد. رقم 4 الاوبننج اللي بيعدي منها السبرماتيك كورد اسمها سوبرفيشال انجوينر رينج. سوبرفيشال انجوينر رينج، سيبك من الثلاث ارقام دول خالص، سيبك من الثلاث ارقام دول خالص. دي مصر في الابدون اسمها انترنال اوبليك، لو عايزني اقولهم لك بس دي مش مطلوبه منك. دي حاجه اسمها الارشيد فايبر، دي حاجه اسمها الارشيد فايبر بتاع الانجوينال كمان. يبقى احنا هنسيبنا من الارقام دي، من الرقم ده وده وده. دي الرينج بقى نعرفها، الرينج دي اللي بيعدي منها مين؟ السبرماتيك كورد، اسمها سوبرفيشال انجوينال رينج. يبقى احنا اللي معانا واحد سكن سوبرفيشال فاتي لير، دي ممبرينس لاير سوبرفيشال انجوينر رينج، كل ده معانا بقى. ادي السبرماتيك كورد نفسه، فتحنا السبرماتيك كورد لقينا اهم اتنين عنصر فيه سي و اي. السي اللي هي مين؟ البامبيني فورم بلكسس، والاي الفاس ديفرنس. يبقى اهم اتنين عنصر الاي الفاس ديفرنس والسي البامبيني فورم بلكسس. هات لي بقى اللاير يا دكتور من السوبرفيشال دي. اول لاير في السكروتم سكين متشال، بعديه مين بقى بعد السكين؟ يبقى مين؟ حد يقول لي جي اللي هي مين؟ حد يقول لي يلا اكسترنال سبرماتيك فاش، وبعديه اتش كريماستريك ماسل اند فاش، واللاير دي مش موجود عليها رقم انترنال سبرماتيك فاش. يبقى اقول تاني، ادي اللاير دي اسمها اكسترنال سبرماتيك فاشيا كريماستريك ماسل اند فاشيا انترنال سبرماتيك فاش. السكين والدارت ازاي متشالين مع بعض؟ لان بيبقوا لازقين في بعض. يبقى التلاته لاير تاني نقولهم مع بعض، جي اكسترنال سبرماتيك فاشيا اتش كريماستريك ماسل اند فاشيا. اللاير اللي معلهاش رقم دي كان المفروض يحط رقم هنا، اللاير الثالثه انترنال سبرماتيك فاش. مين دي؟ سي بامبيني فورم بلكسس واي فاس ديفرنس. السبعه سبرماتيك كور، السبعه سبرماتيك كور. ادي التستس، الابر اند بتاع التستس عليها حاجه اسمها هيد اوف ابيديدمس، في سبيس هنا كلنا عارفينه ايه اسمه، ساينس اوف ابيديدمس، ما بين التيونيكا من الجزء بتاع السكن وما بين هنا الابيديدمس، هنا في حته فاضيه، الحته الفاضيه دي اسمها ايه؟ ساينس اوف ابيديدمس، اسمها ساينس اوف ابيديدمس. دي مهمه جدا. مين بقى دي تسس؟ مين اللايرز بتبقى لازقه في التسس على طول؟ اللاير الاثنين دول التيونيكا فاجينالي، دي فيسرال لاير واليور بارايتال لاير، دي الفيسرال لاير اوف تيونيكا واليور بارايتال لاير. دايما هتلاقي السبيس ده، دايما هتلاقي السبيس ده مع الهيد بتاع الابيديدمس او مع البادي. ادي الهيد بتاع الابيديدمس او ادي البادي بتاع الابيديدمس او الحته دي، يبقى واي الهيد بتاع الابيديدمس. البادي معلوش رقم، دايما تلاقي في سبيس فاضي هنا اسمه ايه؟ ساينس اوف ابيديدمس، اسمه ايه؟ ساينس. والاثنين دول اليو ما اعرفش عن الحرف اللي باين ار، الاثنين دول مين؟ التيونيكا فاجينالز اللي هي عباره عن برايتال لاير وفيسرال لاير. فحضرتك هتذاكر لي من اول هنا سكين فاتي لاير ممبرينس لاير سوبرفيشال انجوينر رينج سبعه على سبرماتيك كورد بامبيني فورم بلكسس فاس ديفرنس. ادي الاكسترنال سبرماتيك فاشيا. واحد يقول لي فين السكين والدارت؟ شلناهم عشان نشوف نشوف اللاير دي. اكسترنال سبرماتيك فاشيا كريماستريك ماسل اند فاشيا اللي معلهاش رقم انترنال سبرماتيك فاشيا. الهيد بتاع الابيديدمس، الساينس بتاع الابيديدمس، التيونيكا فاجينس. الجار ده متكرر مرتين، كل الجزء اللي عليه هنعرفه كله بقى، لان الجار ده هم خمس ست ارقام. ادي الجزء بتاع السكروتم مقطوع، ادي السكين بتاع السكروتم موجود. المفروض فيها سوبرفيشال فاتي لاير ودي ميمبرينس لاير، دول على بعض. ادي الفاتي لاير اهي وادي الميمبرينس لاير اهي، تحتيهم فاشيه بتاعت اللور ليمب. الفاشيه بتاعت اللور ليمب رقم 14 اسمها فاشيه لاتا، فاشيه لاتا اسمها فاشيه لاتا. في اتنين ارتكس مهمين جدا في المنطقه دي، واحد يمشي ويروح يلف حوالين الانتيريور سوبيرو اليك سباين 15، واحد يطلع لفوق للابدو. اللي طالع في الفول ابدو من اسمه انفيريور ايبيجاستريك ارتري، اسمه ايه؟ انفيريور ايبيجاستريك ارتري. هتلاقيه موجود جنب الريكتس ابدومينز ماسل، الاثنين دول موجودين في شيس اسمه ريكتس شيس مش موجود. يبقى 10 دي ماسل اسمها ريكتس ابدومينز ماسل. ليه سموها ريكتس؟ لانها موجوده بالطول، لانها في الابدومين بيسموها ريكتس ابدومينز ماسل.
وفي انفيريور ابيجاستريك ارتري. الاتنين دول مع بعض موجودين في شيس اسمه ريكتاس تشيس. يبقى دي الانفيريور ابيجاستريك ارتري وفين مع بعض هم الفيزلز. ده يروح يلف حوالين هنا بيسموه ديب سيركمفليكس اليا اللي هو متشال ده. شايفين متشال اهو ديب سيركمفليكس اليا. ودي الماسل اللي هي موجوده انر لاير في الماسل الترانسفيرسس ابدومينيس كفرد باي ترانسفيرسالس فاش. دي ترانسفيرسس ابدومينيس ماسل كفرد باي ترانسفيرسالس فاش. اعرفوا كله بقى لانهم هم كلهم خمس ارقام. يبقى تاني ديب سيركمفليكس اليا بيروح يلف حوالين مين؟ انتيريور سوبيريور اليك سباين. هنا سكن فاتي لير واضح الفات اهو والممبرينس لير تحتيهم كلهم تلاقي مين بقى فاشيا لاتاي. دي الفاشيا لاتاي اوف لور لين ديب سيركمفليكس الياك انفيريور ايبيجاست وادي الريكتس ابدومينيز ماسل. جار ده تيبيكال مين سكين زي ما احنا قلنا اهو بتاع السكروتم تيبيكال مين. مين جدع يقولوا لي بقى بس الناحيه الثانيه ادي الريكتس ابدومينيز ماسل هي رقم خمسه واضحه ومين تسعه الانفيريور الانفيريور ايبيجاست ولا ثمانيه ده تسعه انفيريور ايبيجاست. وادي الترانسفيرسس ابدومينيز ماسل كفرد باي ترانسفيرسالس فاش اهي ترانسفيرسس ابدومينيز ماسل كفرد باي ترانسفيرسالس فاش زي اللي فات بالظبط. طب مين الارتري ده بقى بيروح يلف هنا؟ حد يقول لي بقى حد جدع يقول لي الارتري ده اسمه ايه؟ ديب سيركمفليكس الياك ارتري بيروح يلف حوالين الانتيريور سوبيريور الياك سباين رقم اربعه وادي الفاشيا لاتي تيبيكال مجر اللي فات. الزياده الوحيده هنا انه حاط لك على الترانسفيرسالس فاشيا وده الانفيريور ابيجاستريك ريكتس ابدومينيز ماسل ترانسفيرسس ابدومينيز ماسل ترانسفيرسالس فاش. المفروض هنا الانجوين ليجامنت اهو في ارتري ماشي في المكان ده اسمه ديب سيركمفليكس الياك ارتري بيروح يلف حوالين اربعه من اربعه انتيريور سوبيريور الياك سباين وادي الفاشيا لاتا وادي السكين بتاع السكروت. ناخد الشهر ده بالراحه اتفقنا ان الجزء ده اللي عندنا طبعا من الاول خالص من عند اللوبر ليمب ادي السكين يلا تحتيها السوبرفيشال فاتي لاير تحتيها الديب ميمبرينس لاير تحت بعضهم نفس الجاردة بس الناحية التانية سكين الفاتي لاير الجي اللي هي الايه الميمبرينس لاير. ده نيرف مهم جدا 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 جاي هيعدي من الديب انجوينا رينج اللي هي رقم ستة دي السوبرفيشال قصدي انجوينا رينج رقم ستة غالبا اسمها الرقم ده ستة اهي. مين النيرف ده بقى اللي هيمشي مع السبرماتيك كورد اسمه اليو انجوينا نيرف. السبرماتيك كورد اللي هو ده ده كي 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 سبرماتيك كورد اللي هو الكي. يبقى الستة ده السوبرفيشال انجوينال رينج هيعدي منها كي اللي هو السبرماتيك كورد والاي الالي انجوينال نيرف هيعدوا من تحت حاجه اسمها الارشيت فايبر دي حاجه موجوده في الايه في الابدون. طب مين دي بقى يا دكتور؟ الريكتس ابدومينز. يا دكتور مش باين انها ماسل ده شيز ده الانتيريور لاير بتاع الريكتس شيز اللي جواه ريكتس ابدومينز ماسل تحس انه شيز اهو لكن جواه ماسل اسمها ايه ريكتس ابدومينز ماسل. يبقى عايز اعرف اي دي مهمه جدا والكي ده اهو الكي ده مش ظاهر قوي الكي بس هيظهر هنا اهو اهو كي ده سبرماتيك كورد وده الاليو انجوينا نيرف الاثنين دول هينزلوا لنا هنا الكي سبرماتيك كورد والاي اليو انجوينا نيرف يعدوا من رينج اسمها ايه سوبرفيشال انجوينا رينج رقم 6 يوصلوا لنا هنا بقى ندخل هنا على الليرز بتاعت السكولتوم من بره لجوه يلا او اكسترنال سبرماتيك فاشيا زد كريماستريك ماسل اند فاش الانترنال اللي هي دي مالهاش رقم بس غالبا دي ايوه هي دي انترنال سبرماتيك فاشيا اقول من الاول او اكسترنال سبرماتيك فاشيا ماسل اهي كريماستريك ماسل اند فاشيا الانترنال سبرماتيك فاشيا اللي هي دي. طب مين بقى اكس واي خدناهم في قبل كده مين بقى الحاجه الكبيره والحاجه الرفيعه؟ الكبيره البامبيني فورم بلكسس اكس والواي الفاس ديفرنس الاثنين دول اللي هم الكي اللي هو السبرماتيك كود كل ده سبرماتيك كود جينا فتحنا كل ده السبرماتيك كود اللي هو الكي فتحنا السبرماتيك كود اهم اثنين استراكشر جواه الاكس البامبيني فورم والواي الفاس ديفرنس. نجيب اللايرز بتاع السكروتا من الاول او اكسترنال سبرماتيك فاش زد كريماستريك ماسل اند فاش الانترنال هي لو انت مركز اهي اهي الحته دي اهي حاططها لك دي مش كان افضل احطها لك هنا طبعا كانت تبقى اسهل وحاططها لك تحت طبعا ده السيبتوم اللي ما بين اللايرز بتاعت السكروتوم دي والناحيه التانيه دي اسمها سكروتال سيبتوم. ادي التستس بقى مين اعلى حته فيها الهيد بتاع الابيديدمس اهي وجنبها الساينس يبقى التستس دايما ما بنشوفهاش بنشوف دايما الابيديدمس لافف حواليها دايما بنشوف الابيديدمس هو اللي لافف حواليها التستس تبقى جوه الهيد والبادي والسبيس ده اسمه ايه بقى حد يقولوا لي ساينس اوف ابيديدمس. ومين دي بقى التيونيكا فاجينالز البرايتال لاير اللي لازقه هنا البارايتال لير اللي هي بي دي اوف تيونيكا فاجينالز
يبقى دايما التستس دايما يجيب لك الابيديدمس، ما بيجيبش التستس خالص، لان التستس متغطيه بالابيديدمس لافف حواليها اهو، وما بين البادي جزء بتاع البادي بتاع الابيديدمس والسكروتوم في حته في النص اسمها ايه، واي ساينس اوف ابيديدمس، ودايما يجيب لك التيونيك اوف جينيتس البرايتال. ليه مين بقى دي السيبتوم اللي ما بين السكروتوم اللي كومبارتمنت اوف سكروتوم وكومبارتمنت تاني اسمها سكروتوم سيبتوم. ادي اكسترنال سبرماتيك فاشيا كريماستريك ماسل اند فاشيا انترنال، بس الانترنال هحطها لك تحت دي. دول اهم اتنين كونتين، مين هم؟ يلا كامبيني فورم بلكسس اكس والفاس ديفرنس، الاتنين دول اللي هم كي، كل ده كي. مين بقى النيرف ده؟ اليو انجوينال نيرف، وادي الريكتس تشيز سكين فاتي لاير ممبرينس لاير. ادي الفيميل جينيتال، ادي البلفس اهو. دايما كلمة السر هنا فين يا دكتور؟ في هنا سيمفيس بيوبس، ابتدي ادور عليه السيمفيس بيوبس اللي هو 38 ده، ده ادور عليه لان مين اللي وراه؟ يلا يوريناري بلادر ويوريسرا. ادي اليوريناري بلادر واضحه، وادي اليوريسرا، ادي اليوترس بس فايبرويد مقفول، ده عندها مرض دي الست دي قبل ما تموت، يوترس ونازل منه تي اللي هو الفاجينا. ريكتم 9 وجاي له ارتري من فوق اسمه سوبيرو ريكتال ارتري، جاي من فوق خالص اهو. ايه السوبيرو ريكتال ارت اللي هو فوق خالص؟ كان اسمه انفيرو ايبيجاستريك ارت، انفيرو ميزنتريك ارت. ادي السوبيرو ريكتال 34 ونازل مين ده؟ ادي الريكتم، انزل مع الريكتم، انزل انزل ان الكنال. بنقول تاني يوريناري بلادر يوريسرا فايبرويد يوترس فاجينا تي ريكتم بالسوبيرو ريكتال اهو، وادي الريكتم ريكتم ريكتم ان الكنال. اللي وراهم مين بقى؟ انوكوكسيجيال بادي، ورا الان الكنال بادي ما بينها وما بين الكوكسكس اسمه انوكوكسيجيال بادي اللي هو 35. دي طبعا الديسك دي اسمها ايه؟ لامبو ساكرال ديسك. هنا الكومن الياك اتقسم لانترنال الياك واكسترنال، البي الاكسترنال ده الانترنال الياك ارتري، وراه الانترنال الياك فين اهو 37 بقى. ده الانترنال الياك ارتري، وده مين؟ ده الاكسترنال الياك ارتري، وما بينهم مع بعض مين؟ ما بينهم مع بعض هنا ده الكومن الياك ارتري، ده الكومن الياك ارتري. يبقى ده اليوترس واضح جدا اهو، ده اليوترس واضح جدا اهو. نكمل بقى ناخد الجزء ده، ولو ان الجزء ده ما يهمنيش قوي يعني، احنا يهمنا الجزء اللي احنا قلناه ده. كلمه السر فين؟ سيمفيسيس بيوبس. فين السيمفيسيس بيوبس اهو؟ ده ادي اليوترس، بس لاول مره نشوف اليوترس. المفروض اليوتراين تيوب تلف تلف ماشي بالزهره، المهم في الاخر توصل للاوفري اللي هي الايه، اول مره الاوفري اللي هي دايما بعرفه ازاي يا دكتور؟ هتلاقيه في السايد بتاع البلفيس ما بين مين؟ الانترن الاكسترنال والانترنال، هتلاقيه في النص الاوفري فين يا جماعه؟ الايه طبعا باظ بقى من كتر يعني، يعني جارد بقى له 15 سنه. فهنا الايه الاوفري بعرفه ازاي؟ بلاقيه دايما في السايد اوف بلفيس ما بين الاكسترنال والانترنال الحته دي كده، والمفروض يجي هنا يعدي مين؟ مين اللي هيعدي من هنا؟ اليورتر، اليورتر هيعدي هنا، يبقى هتلاقي في السايد بتاع البلفيس اليورتر. مين الليجامنت بقى يا دكتور؟ في اتنين ليجامنت برضه اول مره يظهروا، ليجامنت 6 و29 دول ماسكين في السايد بتاع اليوترس. مين بقى الليجامنت الكبير ده؟ هو البرود ليجامنت. في ليجامنت يجي يمشي 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 اللي هو 6 ورايح اللي هو يطلع لبره الجسم اللي هو الراوند ليجامنت اوف يوترس. يبقى الجار ده تعرفه كويس لان في اتنين ليجامنت، من هم واحد كبير اهو ضخم اسمه برود ليجامنت، والتاني بالظاهر برضه اتشال كل سنه وانتم طيبين، مشي 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 وطلع بره الجسم اسمه ايه؟ راوند ليجامنت اوف يوترس هو رقم 6. طبعا دي الريكتس ابدومينز، الثلاث ارقام الفيل الاربعه دول مش عندك الاربعه دول. في دي ريكتس ابدومينز ماسل، ودي حاجه اسمها بيراميداليس، دي سيركمفليكس الياك سوس، دي السوس مش ظاهرين مش مهم قوي دول، لكن يمين الجزء بتاع الجينيتاليا ده كويس. كلمه السر سيمفيسيس بيوبس يوريناري بلاد يوريس فايبرويد يوترس والاوفري اهو على السايد بتاعه. ومين الليجامنت ده بقى؟ حد يقول لي الاثنين ليجامنت دول احفظهم جنب بعض، مين هو؟ برود ليجامنت وراوند ليجامنت اوف يوترس. الراوند خلاص باظ خلاص، سترنال الياك انترنال الياك في وسطهم تلاقي الاوفري، وادي الانترنال الياك في، ادي الريكتم، وادي الانال كانال والفيزلز بتاعت الريكتم اللي جايه له من فوق اسمها ايه؟ سوبيرو ريكتم، وادي ورا الانال كانال ايه؟ نوكوكسجيال بادي. الاربع ارقام دول ما احناش عايزين، سوري سته معانا، الاربع في وكيو 28 و39 دول مش مهم. الجار ده نركز فيه لان مليان ارقام كتير قوي وعايزين نعرف الحاجات اللي عليه. كلمه السر هنا هات لي يا جميل سيمفيس بلوكس اهو، يورينري بلادر يوريسرا
اليوترس مقطوع بس سايبين منه السيرفكس بس، السيرفكس والفاجينا، السيرفكس والفاجينا. ادي الجي اللي هو الريكتوم، انزل 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 انزل، انال كانال في، حتى حواليها الان او الزد دي الانال سفنكتر، استنى الانال سفنكتر، وراها الانوكوكسجيال فالف. خدناه كل ده قبل كده. يبقى ادي اليوريناري بلادر واليوريثرا، سيرفكس بتاع اليوترس، وادي الفاجينا. الجي الريكتوم، انزل 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 معاه، ادي الانال كانال، اكسترنال انال سفنكتر، اكسترنال انال سفنكتر، انوكوكسجيال فالف. كل ده قلناه قبل كده. نبص بقى هنا الحته دي عايزينها بقى، الاول كومن اليك يتقسم لانترنال يدخل جوه اللي هو خمسه، وثلاثه اكسترنال يطلع بره مع الاكسترنال اليك فينهم. يبقى ثلاثه الاكسترنال اليك ارتري، واربعه الاكسترنال اليك فين اعرض منهم. يبقى نقول من الاول، خمسه الكومن اليك هيديني الانترنال اليك، قصدي او سوري كومن اليك هيديني الخمسه الانترنال اليك، وثلاثه الاكسترنال، وادي الاكسترنال اليك فين. تمام. مين النيرف اللي بيعدي في الجنب ده بقى؟ الاوبتيوريتور. النيرف اللي بيعدي في الجنب مين؟ الاوبتيوريتور. نركز بقى، ايه اهم الديفيجن المطلوبه مني من هنا؟ سبعه وسته وار، سبعه وسته وار. سبعه ده السوبيرو جلوتيال، وسته وار الانفيرو جلوتيال. اعرفهم بقى، سبعه وسته دول خارجين من ايه؟ من البوستيرو ديفيجن بتاع الانترنال اليك. رقم سبعه وسته اعرفهم، سبعه وسته. مين سبعه وسته؟ خارجين من البوستيرو ديفيجن. المفروض في هنا ثلاثه ايلو لمبر اهو، سبعه دون السوبيرو جلوتيال، سته ده رايح للسكرم يغذيها، لاترال سكرم سته. يبقى انا عندي في ثلاثه خارجين من البوستيرو ديفيجن، اللي هم مين؟ واحد اثنين ثلاثه. مين هم؟ سبعه السوبيرو جلوتيال، وسته مين بقى؟ سته حد جدع يفكرني، لاترال سكرال وايليو لامبر. طيب يطلع لفوق. طب مين بقى اللي خارج من الانفيرو ديفيجن؟ ار واللي تحتيه، يا رب تعرفوه. مين ار بقى؟ انفيرو جلوتيال ارتري، وتحتيه انترنال بيود، ده معلوش رقم. يبقى مين ار؟ انفيرو جلوتيال، ومين اللي تحتيه ده؟ انترنال بيود. مين بقى الرخم ده؟ سي ده اللي جاي من فوق خالص، ومعدي معدي على الاكس اهو، معدي على الاكسترنال اليك اهو. ده 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 اليوريتا، راعي اليورينا ده. سيبك بقى من الاتش و9 و12 دي اصلا، مش يعني حاجات مش موجوده، راحت خلاص انتهت. اتش و9 و12 دي مش موجوده. يبقى اقول تاني، التلاتة دول اللي هم الستة، ركز عليهم، ستة والواي وسبعة، دول برانشات البوستيرو ديفيجن، اللي هم مين؟ سوبيرو جلوتية، لاترال ساكرا، اليو لامبر. ايه اهم ادي الانترنال اليك اهو، نهايته في اتنين ديفيجن فاكرينهم اللي هم اي اي، انفيرو جلوتية اللي هو الار، والانترنال بيودند اللي تحتيه. مين سي بقى ده يا دكتور؟ اليوريتر. مين سي؟ اليوريتر، سي اليوريتر. عرفتوا ازاي اليوريتر بيعدي على الاكسترنال اليك فيزلز اللي هم 3 و4، اكسترنال اليك ارتري و4 الاكسترنال اليك في، وادي الاوبتيوريتور. ده حاجه اسمها اكسسوري اوبتيوريتور، ما اعرفش اخدتوه قبل كده ولا لا. ده اسمه اكسسوري اوبتيوريتور او ابنورمال اوبتيوريتور. سيبك من الارقام دي، سوس ميجر والديب سيركمفليكس والجماعه، الارقام دي اللي هي اي وجي واي مش عليك، الثلاثه دول. تمام. الاتش و9 و12 دي برانشات بس خلاص اختفت بالفورمالين، اختفت. اللي ظاهر عندي، اللي ظهر عندي من البرانشات سبعه وسته وهو حته من الواي، سبعه ده سبعه ده اهو، سبعه وسته دول الثلاثه ايه؟ دول الثلاثه بتوع البوستيرو ديفيجن. مين يقولهم لي؟ سوبيرو جلوتيال اعلى واحد، وبعدين مين؟ لاترال ساكرر، هيمشي يمشي يمشي يروح للساكرر وإليو لامبر. طب مين اللي ظهر في الانتيرو ديفيجن؟ التيرمينال برانشز بتاعت الانتيرو ديفيجن بس، اللي هم كنا بنقول لهم اي 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 اللي هي الانفيرو جلوتيال اللي هو الار، وتحتيه الانترنال بيوديتال، دول اللي ظاهرين. جير ريكتم ظاهر، لكن ايه اتش و9 و12 دي برانشات مش ظاهره خالص، برانشات في الطراوه هي اصلا مش موجوده خالص. سيرفكس فاجينا يوريناري بلادر يوريسرا سيمفيسيس بيوبس، ده الاوبتيوريتور وده الاكسسوري اوبتيوريتور، ده الاوبتيوريتور وده الابنورمال اوبتيوريتور، بيسموه ابنورمال اوبتيوريتور. سوس ميجور دي مش عليك، التلات ارقام دول مش عليك. يبقى الاول كومان اليا، يلا يتقسم الانترنال وثلاثه اكسترنال، وادي الاكسترنال اليك في. ايه الثلاث ارقام دول بقى؟ واحد اثنين ثلاثه، دول الثلاثه بتوع البوستيريور ديفيجن بتاع مين؟ الانترنال اليك، اللي هم مين؟ سوبيرو جلوتيال ولاترال ساكر واليو لامبر. طب ايه اخر الانتيرو ديفيجن؟ اثنين بحرف الاي، انفيرو جلوتيال اللي هو الار، وتحتيه الانترنال بيدن. الجير ريكتم، وادي الانال كانال، اكسترنال انال سفنكتر، انو كوكسيجيال بوديز. شايفين السكرم يا جماعه؟ سكرم ايه؟ سكر الكلى، هي يمكن اول مره نشوفها. سكر الكلى اول مره نشوفها. يبقى انت تجيب الجار ده اولا، تجيبه من اول هنا وتمشي لورا.
وبعدين تجيبه من فوق وتمشي لتحت، يبقى نجيبه من قدام هنا سيمفيزس، يورينري بلادر، يوريثرا، سيرفكس، فاجينا، جي ريكتم، انال كانال، انال سفنكتر، انال كوكسيشيال بطن. وبعدين اجيبه من فوق. منين من فوق يا دكتور؟ من عند الكومن اليك، انترنال، اكسترنال اليك ارتري، وفي انزل انزل. دول التلاتة بتوع مين؟ البوستيريور ديفيجن. انزل انزل الار واللي تحتها الاي والاي اللي المفروض ايه؟ دايما انا بقول اي واي. يعني ايه اي واي؟ يعني انفيرو جلوتيل وانترنال بيودنتال اللي هم الار واللي تحتيها. مين بقى اللي هيعدي على الدنيا دي كلها؟ اللي هو السي ورايح للبلادر اليوريتر. ده جار ميل طبعا. كلمه السر سيمفيس بيوبز، يورينري بلادر والفالف، او اليورينري بلادر واليوريسرا كل سنه طيبين، ضاعوا اهي. جار بقى له 15 سنه. ريكتم وانا الكنال، ريكتم وانا الكنال، في فولد اوف الريكتم. ادي السكرم، ادي السكرم، قدامها بليكسس. اسمها ايه البليكسس دي؟ 15 سكرة بليكسس. خلي بالك الارقام دي هتتكرر معانا في ثلاث جروات. ادي اللامبو سكرال ديسك ما بين اللامبر والسكرم، الارقام هنا هتتكرر معانا في ثلاث جروات. ادي الاكسترنال الياك بيزلز. ومين بقى اللي جاي من هنا؟ مين ده؟ مين رقم 13 جاي جاي جاي؟ المفروض يروح لليورينا برادر. خلي بالك عشان ده هيتكرر معانا في ثلاث جروات. 13 ده اللي جاي من فوق، معدي على الاكسترنال الياك، هو معدي عليهم ورايح هنا على البلادر اللي هو مين؟ يوريتر. هيكرر معانا كتير رقم 13 ده. واللي ماشي في السايد بتاع البلفس 14 ده هيكرر معانا كتير. اوبتيوريتور نيرف اند فيزيتس، او اوبتيوريتور ايه؟ واضح اللي هو 14. دول الارقام دي هتكرر معانا في ثلاث جروات، خلي بالكم. يبقى اللامبو ساكرا ديسك هتكرر معانا، و15 ساكرا بليكسس هتتكرر معانا، و13 و14. 14 اللي موجود في السايد بتاع البلفس، اوبتيوريتور نيرف اند فيزيتس. 13 هتلاقيه معدي على الاكسترنال الياك فيزلز، اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ يوريتر، ورايح للهنا. ايه بقى؟ لا ده مش هيظهر تاني لان ده ميل. ده مين؟ ده فاز ديفرنس. هيجي لي اتنين في ميل شبه ده بالظبط، هنشوفهم دلوقتي. يبقى ده الفاز، ده الفاز ديفرنس. الايه ده؟ ده الفاز ديفرنس. رايح فين في طريقه؟ هنا يا جماعه ده الفاز ديفرنس، واضح جدا اهو. خارج خارج ويطلع، هيطلع على بره الجسم. يبقى ركز عشان الارقام دي كلها هتتكرر معانا حالا دلوقتي، من اول رقم 19 اللي هو السيمفيس بيو. فين يا دكتور؟ هتشوف حال. ادي اللامبو ساكرال ديسك، ادي السكرم، و15 ساكرال بليكسس اتكرر معانا اهو. 13 و14، 13 جاي 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 ورايح لليورينري بلادر اليوريتر. مين 14 اللي موجود في السايد اوف ذا بيلفيس؟ لسه قايلين اهو، اوبتيوريتور نيرف اند فيزلز. يبقى الارقام دي متكرره معانا. ده سهل بقى، حفظناه بقى، بتاع اي حد يعرفه. سيمفيس بيوبز، مين ده؟ يورينري بلادر ويوريسرا، يورينري بلادر ويوريسرا، معلومش ارقام. اليوترس مش موجود لكن الفاجينا موجود، بعرفه انا ازاي من السريتد ده. ريكتم ان الكنال، ريكتم ان الكنال. ادي حته، ادي ليبيا ميجور، ناحيه من ليبيا ميجور. يبقى اذا الاربع ارقام دول هيكرروا في الجار اللي فات والجار ده وجار غالبا الجار اللي جاي كمان. لامبو ساكرال ديسك ما بين اللامبر، ما بين اللامبر والساكرال، ساكرال بليكسس. ركز 13 14، 13 حاجه هتعدي على الاكسترنال اليك اهي. ايه اللي هيعدي على الاكسترنال اليك ورايح اهو في طريقه اليورين بلادر؟ مين يقولوا لي؟ يوريتر، واضح اهو. وادي الاوبتيوريتور نيرف اند فيزيتس، واخد السايد بتاع مين؟ البلفس، واخد السايد بتاع البلفس. لو في الاوفري بقى موجود يبقى في الحته دي كده، في الحته دي كده، ده مكان الاوفري اهو، ده مكانه. بعرفه ما بين الانترنال اليك والاكسترنال اليك في الحته دي كده، لو موجود، موجود في شهر واحد بس. فالجار ده اتكرر معانا وغالبا هيكرر معانا تاني. الجار ده اخدناه كتير، تقالي قبل كده اخدناه في اليورينري بلادر، في اليورينري سيستم، لما قلنا دي اليورينري بلادر مليانه حاطين فيها قطن عشان نكبرها كده. طبعا ده راجل اصلا عنده مرض، شايفين اليوريتر عامل ازاي؟ ده اليوريتر، ده الايبكس بتاع اليورينري بلادر، وده السوبيرور سيرفيس، ده السوبيرور سيرفيس، مليانها قطن. مين ده بقى؟ حد جاي يقول لي مين ده؟ وان شايفين يا جماعه الفاز ديفرنس والسيمينال فيزيكال هم طحين. ادي الفاز، فاز 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 في اخره الامبولا اوف فاز ديفرنس، وادي السيمينال فيزيكال، ده السوبيريور سيرفيس اوف بلادر، وده الايبكس بتاعت البلادر، وادي اليوريك اخدناها قبل كده. المفروض الاثنين دول موجودين على مين؟ على البوستيريور سيرفيس بتاع اليورينري بلادر، وادي البروستات اهو، ده الجزء بتاع البروست، كل ده الجزء بتاع البروست. بس طبعا ده غالبا كان، طبعا ده اب نورمال، طبعا راجل ميت اب نورمال، شايفين اليوريتر عامل ازاي؟ ده طبعا مش الشكل الطبيعي بتاع اليوريتر. ده الفاز خدناه قبل كده، دي الامبولا اوف فاز، وادي السيمينال فيزيكال، وادي البوستيروس، واضحين ده. جايب لك من الجنب بقى الفاز ديفرنس، جايبه لك من الجنب وهو الارتري بتاعه، وهم رايحين في طريقهم. وادي اليوري بلادر اهي، ادي الجزء بتاع البروستات.
فين الاوبننج بتاعت اليوريثرا؟ ده الاوبننج بتاعت اليوريثرا اهي، وادي الانفرولاترال سيرفيس. احنا قلنا عندنا اتنين في الجنبين، انفرولاترال سيرفيس وانفرولاترال سيرفيس، انفرولاترال هنا وانفرولاترال الناحيه التانيه. احنا جايبين هنا اني سيرفيس؟ اللاترال سيرفيس، الفاس ديفرنس والارتري بتاعه، وادي الاوبننج بتاعت اليوريثرا، ادي الاوبننج بتاعت اليوريثرا، واضحه جدا. الجار ده خدناه كتير قبل كده.